اول خبر معانا النهارده هيكون عن اللاعبه الموهوبه مروه عيد عبد الملك المحترفه في صفوف نادي نيس، واللي نجحت انها تحصد لقب هدافه الدوري وكمان حصدت افضل لاعبه لكره اليد. الف الف مبروك يا مروه، دايما بنات مصر رافعين رقبتنا كده ومحققين انجازات مبهره. وطبعا يعني احنا معانا دلوقتي مروه، هي فرح على الهوا. وطبعا البنات هم الطف وارق الكائنات، بس وقت الجد هم وحوش. وطبعا الدوري الفرنسي يا فرح يعني لعيبات محترفات، وكونها كمان يا ساره ان هي بتلعب على ارض مش ارضها ومع جمهور مش جمهورها واهل مش اهلها، الموضوع شويه بيبقى موتر. يعني الواحد مش بيبقى حاسس بامان كده وهو مش في وسط جمهوره او شعبه او ارض بلده. فتخيلي هي بتلعب في اوروبا وما شاء الله قدرت ان هي يعني تكسب وتعمل كل ده. انا الاخبار دي من اكتر الاخبار اللي بحبها، لانها بعتبره انجاز حقيقي. يعني انه ست او بنت تعمل كده وتثبت نفسها على الارض مش ارضها، ببقى فخوره بكل بنت تقدر تعمل كده، وفخوره بمروه جدا انها قدرت كمان تسجل 143 هدف في 22 ماتش، والاهم انها مش على ارضها. الف 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 مبروك يا مروه، ودايما رافعه راس مصر ان شاء الله. شكلها جميل قوي. يعني كمان احنا لازم طول الوقت نكون وراهم بنشجعهم، لانه ده فرح بيوصل لهم، وده طبعا لما بيوصل لهم بيخلوهم يموتوا نفسهم عشان يقدموا احسن وافضل حاجه عندهم ويبقوا في الفورمة العظيمة بتاعته. خلينا نروح مع بعض لأكتر الأخبار اللي معانا، نتعرف على مروة عيد أكتر. مروة هي أول لاعبة مصرية تحترف كرة اليد، وهي مش بس شاطرة في كرة اليد، هي كمان شاطرة ومميزة جدا في كرة القدم. بدأت قصتها مع الرياضة عموما إنها لعبت كرة القدم وهي عمرها 5 سنين بس، وده كان في مركز شباب زنهم بمصر القديمة. وكرة القدم، أنت لو عندك بنوتة ممكن تخليها تلعب كرة قدم؟ طبعا ممكن، لأن أنا قلت لك إنه أنا من الشخصيات اللي مش بأمن بموضوع إنه ده لعبة ذكورية أو مثلا بتاعة ولاد بس أو رجالة بس، لأ، لازم البنت تدخل أي معركة. علشان أنت قلت إيه، البنات ألطف الكائنات بس في نفس الوقت وحوش على الأرض، يعني مفيش حاجة تقف قدامهم. فأنا دي حاجة تبسطني قوي، إن بنتي يبقى عندها حلم. لأ، ما فيش حاجه اسمها ده حلم راجل او ده حلم ست، ده حلم قدرتي تحققيه يبقى انت اللي شاطره. يبقى يعني انا عمري في حياتي ما هقف في طريقها عشان ده بس حاجه ذكوريه او حاجه هي مش هتقدر عليها. هي اللي تقول، قدراتها اللي تقول تقدر او ما تقدرش، مش انا. بالظبط، انت جبتي الخلاصه. بالظبط، مش انا هي اللي هتتكلم. دلوقتي هنتكلم معاكم عن خبر مهم لامهات كتير، وهو تحذير من وزاره التربيه والتعليم من الاشاعات اللي طالعه بخصوص زياده مصروفات المدارس الخاصه والدوليه بنسبه كام؟ 10% للسنه الدراسية الجديدة 2022 و2023. وخلي بالكم يا ماميز من الإشاعات دي، لأنه الحقيقة أنه بعض الإشاعات دي بتعمل هلع لأولياء الأمور، فبتوترهم أكتر، بتخليهم يعيشوا توتر ملهوش أي لازمة. فخدوا بالكم كويس قوي قوي، لو في أي حاجة حاسين أن هي مش قانونية ما تستسلموش، بلغوا على طول. وطبعا يا ساره كمان الوزاره حذرت من تحصيل قائمه رسوم التحاق بالمدرسه او رسوم قبول او اختبار قبول او فتح ملف، قالوا ان مفيش الكلام ده خالص، ولو حصل فده مخالف لقرارات الوزاره، ركزوا، ولازم اولياء الامور ياخدوا موقف سريعا. يعني يا ساره لو انت شفتي اي ام بتعمل كده، هل يعني ام مثلا، خليني ابسطك السؤال ابسط من كده، لو انت ام ورايحه مدرسه وطلبوا لبنتك او ابنك مصاريف فتح الابلكيشن او فتح الملف، هتكلمي الوزاره ولا هتدفعي عشان بنتك تدخل؟ لا دلوقتي هكلم بقى الوزاره دلوقتي حالا. بس قبل كده كنت هتدفعي؟ لا كنت بدفع. انا دفعت لو كنت اعرف يعني بجد؟ كنت لما انا دفعت فعلا. وبعدين انت بتدفعي، انت كنت قلتي لي حاجه انه احنا نقعد ندفع في فلوس هنا وفلوس هنا، انت مش بتقدمي في مدرسه بالزبط. واحده انت بتقدمي في مجموعه طبعا. مدارس ان كيس ما تقبلش هنا، فبتلاقي نفسك فجاه دفعتي فوق ال 5-6000 جنيه بس ابلكيشنز. ده انت كده قربتي على مصاريف المدرسه لما هنا ابلكيشن وهنا ابلكيشن وهنا ابلكيشن، يعني فتح ملف، احنا كده قربنا ان احنا ندفع مصروف مدرسه. يعني موضوع صعب جدا. والله بجد فعلا فلوس كتير قوي، حرام بتترمي في الارض حقيقي. بس خلاص يعني خدوا بالكم موضوع الابلكيشنز والحاجات اللي زي دي. مش بس كمان كده، الوزاره كمان منعت المدارس من بيع الزي المدرسي والكراسات والادوات المكتبيه عموما، لانها مخالفه لتراخيص المدارس الخاصه. فخدوا بالكم كويس قوي 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 يا ماميز، بلاش حد يضحك عليكم ويقول لكم ادفعوا علشان الانترفيو، ادفعوا عشان سحب ملف، مفيش الكلام ده. لو في اي شبهه كلام ما تترددوش، الجأوا للجهات المعنية وبلغوا على طول.
والله دي خطوة عظيمة جدا من الوزارة. أنا مبسوطة وسعيدة جدا إن احنا هنشيل حمل من على الأهالي زي ما بيقولوا. فعلا يعني الموضوع دلوقتي مش ناقص، الواحد بيبقى عايز يركز أكتر في إن هم يذاكروا إيه يا سارة وراهم إيه، مش احنا هنجيب مصاريف الأبلكيشن منين يعني أو فتح الملف منين، كان زمان هنجيب مصاريف المدرسة منين، دلوقتي عينه بقوا يشيلوا هم مصروف فتح الملف منين أو هدفع فتح الملف منين أو الأبلكيشن منين، إن الموضوع مش رخيص. أيوة. خصوصا لو عينك على كذا مدرسة، لان في احتماليه ان المدرسه دي ما تقبلهاش. أيوة. فمش هتضيعي السنه عليها، فبتبقي مكلمه مدرستين ثلاثه اربعه، تفضلي تضيعي في فلوس هنا واحتمال ما تتقبل يعني ابنك ما يتقبلش كمان. لا اه طبعا، ما هو ده اللي بيحصل فعلا، مش كل المدارس بتقبل الاطفال، بيبقى عندهم كده بوليسي معينه وسياسه معينه ما بيقبلوش كل الاطفال، فبتضطري تدفعي وبتلاقي نفسك في الاخر دفعتي مبلغ وقدره وتخسري كتير. كمان تخسري طبعا كتير قوي.